في مديرية الوازعية قصة أخرى لمقاومتها في الصمود والتصدي لميليشيا الحوثي التي تسعى للسيطرة على مناطقها جنوب غرب محافظة تعز. في هذه الجبال يترصد هؤلاء المقاتلون لكل التحركات الهادفة إلى السيطرة على مناطقهم التي تعرضت للقصف العنيف خلال الأيام الماضية. في ظل نقص السلاح لا تزال المقاومة الشعبية تؤكد صمودها في كل جبهات القتال ووقف تمدد الميليشيا إلى مناطقها في معركة غير متكافئة بسبب عدم إسنادها رغم دعوات عدة أطلقتها المقاومة لدعمها. ولكن نحن سنقف هنا للتصدي لهم ولن يمروا عبر هذه المعابر حتى آخر جثة من جثث هذه القبائل أو المقاومة. هنا نناشد قيادة المنطقة الرابعة والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن يوفروا لنا مستشفى ميداني ويوفروا لنا سيارة إسعاف لنقل جرحانا إلى محافظة عدن لعلاجهم. وتواجه المقاومة الشعبية التضاريس الوعرة في هذه الجبال للوصول إلى قممها والتمركز ومنع أي تقدم لمجامع الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح. جبهات الخزم وذي عهدة والصبارة من الجبهات الأكثر عنفا في المواجهات، لكنها تشهد حالة من الهدوء بالتزامن مع وقف إطلاق النار، ومع هذا ما تزال مهددة بأي عمل عسكري قد تقدم عليه ميليشيا الحوثي. أما في الوضع الإنساني فللوازعية مأساة يتجرعها السكان الهاربون من الموت الذي تصدره لهم الميليشيا، فالهرب من جحيم الحرب قد يكون طريقة مجدية للتشبث بالحياة رغم قساوتها. لا معنا غاز، لا معنا ماكل، لا معنا حاجة، ولا معنا خطب نوقد، لا معنا إلا الله واحد وحده. والله إنني خرجت أمشي رجل مسافة 24 ساعة مشيت، ما معي كل السيارة. ويسعى هؤلاء المدنيون للحصول على بعض المواد الأساسية لمواجهة ظروفهم المعيشية بفعل الحرب، وربما قد لا تكفي هذه المواد في ظل ما تمارسه الميليشيا بحقهم.